أول شيء طبخنا الرز، أضفنا الزيت وأضفنا الشعرية حمرناها شوي، وبعدين أضفنا الرز، طبخنا الرز كالعادة، وبس الرز تقريبا 90% استوى، أضفنا البازيلا والجزر وأضفنا كمان الذرة، تركناه 5 دقائق، بعدين قلبناه في صدر كبير، أضفنا عليه المكسرات وخلطنا. الدجاج المشوي بالخلطة مع الأرز من 3 دجاجات كاملات بس حجم صغير، ثوم مجفف، بصل مجفف، لبن طيبة، عصير ليمون، دبسة فليفلة، كاتشاب، زيت زيتون، هيل ناعم، زعتر مجفف. الرز بدنا 4 أكواب أرز بسمتي، 1/2 كوب شعرية، 1 كوب مكسرات، بازيلا وجزر، 1 كوب ذرة، سمنة أو زيت اللي عندكم، ورق غار وحب الهال، ملح وفلفل. شايفك مطلع الديلايت وطلع الامبورغ. مظبوط، حنسوي فيهم الطبق اليوم، اطباق اليوم طيبة، وانت تسوي فيهم حنحكي عنهم كمان. وعلى طول بنحكي بسم الله الرحمن الرحيم، بدي ابدا بالرز مش بالدجاج، يلا، لان الرز بده وقت حتى يستوي. بنضيف من هالزيت ونبدا في تحمير شعرية، تقريبا 1 كوب. الوصفة عندكم حبايبنا موجودة. طبعا احنا حنطبخ الرز، عندي هون المي عم تغلي هيها على جنب، ورزي ناقعه ومجهزه، وامورنا اكثر من تمام. الشعرية هون اخذت لون، انا اللون بدي اياه غامق شويه، طبعا هو هيك صار اكثر يعني كثير شوي، بس مش هاني يبين مع الرز عندي. تمام، بضيف الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. الرز هون منقوع مغسول مرتب، وبدي اقلبه شويه، اضبط الملح تبعه، وعندي هون مرق الدجاج على النار، بسم الله، خليني اضبط ملحه يا ابو طه عشان بعديها نبلش بالدجاج. هاي مياتنا. الان الرز رايح ينطبخ، هاي ورقتين غار يعني. اقول لك، وثلاث ورقات لعيونك، والله ما بتقصر. ماشي، والله قدها. الان الرز بدي اخليه يتنشف، بكون انا ايش عملت نقعة دجاج. تمام، وبس يستوي الرز رح نضيف عليه باخر مراحل الخضار النوعين مشكل والذره من امبورغ ومن ديلايت، وطبعا المكسرات، وتقدموا مع الدجاج اللي حنسويه. يعني الان خلينا نسوي الدجاج. اجراءاتك يلا، اجراءاتك الدجاج يا حبايبنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي دجاجاتنا، انا اليوم مستخدم دجاج صغير. هاي الدجاج يا حبايبنا، تطلعوا. تمام، هذه هي الدجاجه. الدجاجه هي تقريبا صوص، هاي يعني، لا مش صوص يعني، صغيره يعني، حوالي 800-900 جرام. صوص يعني. بالضبط، خلص صوص. صدق ما وصلت 400 جرام. غسلناها ونظفناها، نقعناها بالمي والخل، شويه ملح، وشوف كيف صار لونها تلملم. على جنب هون نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا باضافه النكهات الطيبه. فراح اضيف عصير الليمون، الكاتشب، دبس فليفلة. طبعا اللي حاب يسوي دبس فليفلة اصلي يفوت على صفحتي، موجود عندي. البصل والثوم البودرة، الهيل، الزعتر، شوية زيت، وملح، وفلفل أسود، وأخيراً وليس آخراً أكيد راح أضيف من لبن طيبة. طيبة إحدى شركات المراعي، تصنع من الحليب الصافي والنقي 100%. الشركة حاصلة على شهادتين، هي طبعاً شهادة الآيزو والإي آي بي، طبعاً هي شهادات تتعلق بالنظافة، وأكيد الطعم اللي بنحبه. تمام، اللبن هون راح يخلي لي الدجاج طري جداً، لأنه بدنقعه 24 ساعة هذا الدجاج. تمام، أو تنقعوه إذا كنتم مستعجلين، يعني قد ما بدكم، ساعة بس مش أقل من ساعتين. هاي لبنة، هاي الخلطة طبعاً بني بدي إيش طبعاً أدهن فيها الدجاج من برا ومن جوا. حطوها في تبروير، حطوها في كيس، وريحوها يعني مش أقل من 6 ساعات، وطبعاً يستحسن يكون قبل بيوم. هاي الدجاجة بعديها راح تدخل الفرن لمدة ساعة وربع. الرز نشف عندي، أضفنا الخضار من إمبورغ وديلايت، خضار بتجنن، أضفناه على وجه الرز، والآن عم نستنى الرز بس ينشف شوي مشان
نضيف عليه المكسرات ونسكبه مع الدجاج. خليني بس اجيبكم الدجاج اللي جوا يلا من الفرن. جاهزات؟ طبعا جاهزات. يعني حطيناه الساعه 10 وربع تقريبا. تفضل يا ابو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني الله، نقعه مرتبه. ها هي دجاجاتنا زي ما انتم شايفين، صاروا جاهزين دجاجاتنا يا حبايبنا.